تمثل اجتماعات رايب منصة مهمة لتعزيز المعرفة ومشاركة الأفكار والخبرات حول سياسات تخصيص موارد الإنترنت، وهذه المنظمة هي واحدة من المنظمات الغير ربحية التي تعمل على تزويد وتخصيص بروتوكول الإنترنت أو ما يسمى بالآي بي لكل دولة. يوسف الخالدي التقى المهندس شفيق شيا مدير الاتصالات الإقليمي لرايب إن سي سي في دبي، والذي ناقشه حول نمو قطاع الإنترنت والمعلومات وتطوراته. حاليا بالعالم في إصدارين للآي بي أدرس، في الإصدار الرابع نسميه أو واليوم في عنا الإصدار السادس. الإصدار الرابع بالعالم موجود حاليا 4.3 مليار آي بي أدرس، ولكن ازدياد استخدام الإنترنت وازدياد طلب على الإنترنت تخطينا 4 مليار. مسألة صغير إنه اليوم مبدئيا حسب آخر تقارير إنه بتشير عنا 4 مليار مستخدم إنترنت، يعني فقط هؤلاء 4 مليار مستخدم إنترنت يعني صار عندنا قلة الاي بيات. فبنعد ما ذكرنا بعد الويب سايتس، حوالي عندنا شي حوالي مليار ويب سايت، كل ويب سايت اكيد له اي بي. عندنا الاي جوفرمنت، عندنا سمارت سيتيز، انترنت اوف ثينجز. تقريبا بشير بال 2020 حيكون حوالي 20 مليار جهاز متصلين ببعضهم عبر الانترنت، جهاز مستخدم كمبيوتر. فحيكون في عندنا 20 كونكتيفيتي، 20 مليار كونكتيفيتي بال 2020. فاللي صار انه طب صار في عنا نفاذ لكميه الاي بي في 4، شو العمل؟ فطلعوا الاي بي في 6. الاي بي في 6 حاعطيك رقم خيالي، الاي بي في 6 ممكن يعطينا 340 تريليون 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 اي بي، يعني تغطي الطلبات لمستخدمي الانترنت. ما هي ابرز التحديات التي قد تواجهنا هنا في دوله الامارات، ان كان الحكومه او ان كان الشركات، في التحول من النسخه الرابعة إلى النسخة السادسة، وكم يستغرق ذلك من الوقت؟ التحول من الـ IPv4 إلى IPv6 ما بيصير بين يوم والتاني. حسب خبرتنا الوقت تتحول المؤسسة وتكون جاهزة من الـ IPv4 إلى IPv6 تأخذ بين 3 و5 سنوات، لأنه في تغيير جذري بعملية الكونفيجوريشن، بعملية الانفراستراكشر، بعملية الأجهزة الموضوعة. مثل ما قلنا المشكلة التقنية اللي بتواجه المزودي الخدمات هي عدم تطابق التقني بين IPv4 و IPv6. الإمارات تعمل جاهدة وحطت كل الجهد المطلوب، واليوم هي تعتبر من أول الدول العربية اللي عندها الـ IPv6 ترافيك. عندنا السعودية والإمارات اليوم هني على رأس الدول العربية عندهم استخدام الـ IPv6، والهيئة الناظمة للاتصالات عم تتعاون معنا بشكل كتير كبير بتحويل الإمارات من IPv4 IPv6 بطريقة سلسة جدا وبدون أي مشاكل أو بدون أي انقطاع بالإنترنت. وإن شاء الله خلال السنة القادمة إن شاء الله نشوف تطور جذري وقفز كبير نحو استخدام الـ IPv6 بالإمارات. ما الفائدة التي يمكن أن تعود على الاقتصاد المحلي أو العالمي، دعنا نقول خلال عملية الانتقال من النسخة الرابعة إلى النسخة السادسة، وأيضا أمنيا كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أمن المستخدمين، أمن الدول وأمن الحكومات؟ في تقرير البنك الدولي بيشير أنه كل انتشار أو زيادة في الانترنت النطاق العريض، يعني الانترنت برودباند، بيعطينا زيادة في الناتج المحلي بين 1-3% لكل الدولة. يعني عم نحكي ناتج محلي لكل الدولة بالمليارات، يعني رقم كمان. إذا منيجي فتنا للإمارات العربية المتحدة، هون اليوم الإمارات هي سباقة بكل شيء اسمه السمارت أبليكيشنز وكل شيء اسمه إي جوفرمنت. فعنا اليوم مؤسسة حكومة دبي الذكية اللي هي الذراع التقني لسمارت دبي، تسعى جاهدة أنه تكون دبي الأذكى عالميا. أمنيا لا شك أنه كمان الأمن اليوم بيفرض حاله على الإنترنت، خاصة بالأمور والظروف اللي تمر فيها المنطقة بالوقت الراهن. اليوم بالIPv4 لنفاذ الIPv4 اضطرت الشركات إلى استخدام تقنية اسمها النات. النات هي عبارة أنه يشاركوا الIP لعدة مستخدمين، ولكن
بحال انه لا سمح الله في هونيك مستخدم وحب يعمل هاكينج او قرصنه لايميل معين. اوكي طبعا نعرف من الاي بي هيدا انه هيدا الشخص هيدا الايميل جاي من الاي بي الاي بي العنايه، ولكن الاي بي العنايه بس نتاكد منه باقي الاي بي هيدا وفي وراه عده مستخدمين، فبتكون صعب انه نرجع لنتاكد مين المستخدم المطلوب الاساسي اللي بعت هالايميل السيء اللي ارسله. فكمان شغلي صارت تحدي للقوى الامنيه وتحدي اكثر شيء للقوى اللي هي عم تلاحق الشخص المطلوب، انه مين الشخص المطلوب من هالمئات الاشخاص اللي بعت الايميل هيدا. فمن هون الاي بي في 6، لا الاي بي في 6 بانه صار عندنا كميه كافيه بتكفي كل المستخدمين، فصار في كل اي بي مخصص لمستخدم واحد فقط لغير. ومن هون دغري اي بي اجاني اي اي بي اي ايميل واصل لغرض سيء، منين جاي الاي بي بعرفه، بعرف الشخص وراء هالايميل هيدا. الاي بي عباره عن ارقام، ولكن كما تعلم وكما ذكرت أن الآي بي هو البوابة الأولى للقراصنة التي من خلالها يستطيعون الوصول إلى هدفهم. هل يمكن أن نشهد نوع جديد من الآي بيز تكون مشفرة كتلك الشفرات التي تحدث في العملات الرقمية في تحويل الأموال وغير ذلك؟ الآي بي ما أنه هو رقم، هلأ اليوم التقنية وصلنا لهون، هلأ بعدين وين حنصير ما حدا بيعرف. التقنية عم تتطور أسرع ما نحن الإنسان عم يتطور. ما بعتقد حيكون في شيء إنه شيفرة تشفر الآي بي، لأنه هو رقم، ولكن ممكن ينوصل لتقنية أو ألغوريثم أو برنامج معين يكون سبورت للآي بي إنه يعطيه الأمن المطلوب للمؤسسات الكبيرة، ومن رمقول خاصة للمصارف والحكومات واللي بيشغلوا بالداتا والبرايفسي.